حميدة مستطاب في هدف حاضر حاضر أمامنا. ظلت المباراة صامتة وأخيرا تأتي صرخة الطرف الأهلاوية وابتسامة المدرج بعد أن طال الغياب لـ 62 دقيقة. شوف الإعادة، منصور لعب 1-2 في اللقطة الماضية، منصور وأسمر عبر وزي القمر يا منصور، عرضية وين وين وين، ما أجملها، عرضية ماشية للمرمى والكرة مباشرة عن طريق الحاضر أمامنا، ماركينو يضعها للمرمى بعد لعبة دونها منصور وسجلت باسم ماركينيو. مجهود رائع من بداية الهجمة، مر الأسمراني منصور وعبر بصورة جميلة والكرة في المرمى رائعة، معلن عن الهدف الأول لصالح النادي الأهلي. أهلاوية أهلاوية، الطريق مد عن الطريق القادم من الخلف، أسامة هوساوي يضعها ويدور الثنائية وابتسام الثانية للمدرج الأهلاوي. العرضية ملعوبة مرت من الجميع ولكن رفض هوساوي أن تمر الكرة الماضية إلا تمر باحتفالية أهلاوية وبهدف حاضر حاضر أمامنا. كرة وين 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 في المرمى، معانق للشباك للاعب عانق المتعة هذا العام وعانق التألق هذا العام أسامة هوساوي. كرة إذا في المرمى، معلن عن الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي، ولكن الابتسامة تبقى صامتة مستندة على اللقاء الآخر، مستندة على